كان المفروض يكون معنا ضيف تاني بالحلقة لليوم يلي هو خبير التاتو والفنان تشكيلي روني ساسين، بس روني الآن بعجقة سير ومنه حتى قريب، يعني بعده بدبي، يعني من دبي بده نهار كامل ليوصل على استوديو. بقى رح ناخده على التليفون. بونجور روني. بونجور، كيفك؟ لو منك جاي من الباترون، لو ما عندك واسطة، طب ربك ما بيطلعك على التليفون. كيفك؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال تمام. روني، لأول مرة لبنان بينظم مهرجان للتاتو يلي صار تقريبا من شهر بشهر أيار، جمع أكثر من 14 خبير وفنان تاتو من لبنان. أول شيء، قد إيه أهمية إنه ينعمل هيك مهرجان بلبنان، وخصوصي إنه عم ينعمل لأول مرة؟ شغلة كثير مهمة، لأنه أول شيء أول مرة بتصير هذه الإيفنت بلبنان. يعني اشتغلنا كثير عليها، ضلينا شيء 6 مانث أو 7 مانث عم نعمل ميتينجز وهيك قصص كرمال نجرب نعمل ننجح هذا الإيفنت. أوكي. لأنه أول شيء كان صعب كبداية إنك تبلشي بشيء خاص بالتاتو بلبنان، لأنه كله بس تقولي تاتو في عالم. إيه، هذا اللي بدي أسألك. أنت عامل تاتو أكيد من هالنوع؟ إيه روني، عامل تاتو أنت؟ عامل تاتو اكيد. كم تاتو؟ فيك تقولي عامل هاف كيف، وعندي تاتو ثاني على ثاني ايد، والمفروض تخلص كلها سوا يعني. لوحه يعني؟ ايه عامل لوحه، فيك تقولي شيء من هالنوع. طيب الناس لما يشوفوك، خصوصا اذا ما بيعرفوك، شو النظره اللي بياخذوها عنك؟ كفرست امبريشن. كفرست امبريشن صراحه، بس حدا يشوف التطوات اللي انا عاملهم بقول اوف حلوين يعني، بس ليش سيد؟ عرفت كيف؟ بس انه انا تاتو ارتست وبعمل هذا الشيء تاتو، وبالنسبه لالي انه هو از ان ارت مش بس جست تاتو. اوكي. وبيرجعوا بياخذوا بيعطوا مع الموضوع. بس ولا مره حدا قال لي وصل وقال لي انه التاتو ليش عامل تاتو او اخذ باد امبريشن. يعني بالنهاية هو الشخص اللي بيعطي جود امبريشن للتطوير، بيعطي باد امبريشن للتطوير. نعم، يمكن شوي الصوت مش كتير واضح، اذا بس تقدر توقف بشي محل يكون في او تثبت ايدك. مزبوط. طيب اوكي روني. روني، هلا عم نحكي عن الصورة السيئة شوي. خلينا يعني، قديش هذا المهرجان ساعد لتصويب الصورة النمطية او الفكرة السيئة يلي اخدينا عن يلي بيعملوا تاتو؟ قد العالم هيك ساعد هالمهرجان؟ ساعد كثير المهرجان، لانه كنا منظمين بطريقه كثير بيرفكت، بطريقه كثير مرتبه كلاي اوت ككل شيء، وكان في كثير كنا بدنا تنزل العالم تشوف كيف الارتست عم يشتغلوا على الارض، كيف الهايجين، الترتيب، ستيريلايزنج للتولز لكل شيء، لانه كان كله عم ينعمل لايف من ضمن 14 ارتست بلبنان. كل شيء كان عم يكون لايف قدام الكوستومرز، قدام العالم كله سوا. سو كان في كثير ردود جيده انه نحن عم نعمل شيء مش موجود بلبنان. فيرست سكند، انه في كثير عالم اول مره بتحضر هيك شيء بلبنان، انه اللايف تاتوينج يعني عم تشوفي انت من البريبريشن فروم اي تو زي، كيف بتبلشي من طبع ستانسل للست اب نيدلز ستيريلايز للانك يلي بنحط. طب روني، على اي اساس اخترتوا ال 14 فنان اذا فينا نقول؟ يعني بنعرف انه صار في كثير بلبنان عم بيقوموا بالتاتو، بس يمكن قليل يلي بروفيشنال. على اي اساس اخترتوا انتوا ال 14؟ هلا فيرست، نحن عملنا مثل ما بيقولوا ميتينغز، شباب رفقة بين بعضنا، بلشت مع كل يعني كل اثنين ثلاثه بيعرفوا بعضهم، بدأوا تاتو، كنا عم نقول بدنا نعمل ايفنت. ف شاب جمعنا اسمه طه. اوكي. حطنا بجروب كلنا سوا، قال الشباب اسمه مين بده يعمل؟ طه. وقال مين الشباب بده يعمل تاتو كايفنت، ومدري شو رايكم بالموضوع، وير ان بنعمل ميتينج كلنا سوا. اوكي. طه شو عيلته؟ لانه بعرف سمور. نعم، سمور هو حدا كتير شاطر بالتاتو. مزبوط. ايه معروف يعني بالحمرة. مزبوط. اوكي، بالحمرة هيك. فتنا عنا ميتينج كلنا سوا، يلي اجا من الميتينج فعلاً كتير اندعيت، ما اجت عن الميتينج، فكرت انه الخبرية لعبة، but it wasn't a joke. فصرنا نعمل ميتينج كلنا سوا، وقررنا انه نحن في يعني
انضع كثير اشخاص بروفيشنال وضع كل العالم اوكي بليفل معين. سو عملنا ميتينجز ويلي كان موجود بلشنا نعمل بيلدينج للخبريه. ما فتنا فيها كثير ديب اول شيء ككثير عالم لانه حسب اللوكيشن حسب كل شيء. بعدين حيكون شيء اكبر واكبر. طيب عملنا كثير كمان. هيدا اللي بدي اسال اذا رح تكون محطه سنويه رح بتصير تنظم كل سنه هالخطوه؟ رح يتنظم كل سنه رح يكون كل سنه اقوى من سنه. اوكي. في اكثر بكثير ارتست يعني. بعد عندي سؤال، بين ال 14 فنانة اللي كانوا مشاركين كان في بنات؟ ايه اكيد كان في بنات. طيب بتحس الناس عندها ثقه بالبنت ولا بالشاب اذا بدها تعمل تاتو اكثر؟ صراحة مش للناس يلي كتير عم تطلع they are looking for art depends on the artist style. يعني إذا الستايل يلي الارتست بنت إذا هي عم تعمل شيء حلو وهو حب ستايل عم يشتغل معه. أوكي. روني 100%. سؤال أخير، شو أكتر شيء بينطلب تاتو؟ شو بيطلبوا العالم؟ شو أكتر شيء بينطلب تاتو؟ في قصص كتير عم تصير مثل كلمات كتيبة مثلا أسامي عالم أشخاص بتحبها something like this. هودي أكتر يتون والعالم في قصص بتعنيهم عم يعملوها تاتو. على أكتر شيء أنا بشتغل customized تاتو وبشتغل cover up. يعني مثلا عندي تاتو قديم بغطي cover up 100% ما بعد مبين القديم منه بيصير جديد. هذا part من الكستومرز يلي عندي او يعني اكثر يكون شيء بيرسونال. يعني انا بالنسبه لي انت كشخص بدي اعمل تاتو شو عندك شيء بيرسونال بحياتك او whatever. يعني بتفضل القصص الشخصيه على انه تكون مثلا ميب على انه يكون ترند لانه هذا الشيء هو اللي بيميز الشخص. يعني انا عندي كود بتقول ماي تاتو ماي ايدنتيتي هي هويتي التاتو. سو التاتو لازم يكون طابع تاخذ طابع الشخص اللي عم يلبسها مش مين ما كان بيعمل ستيف مش مين ما كان بيعمل فولدك مش مين ما كان بيطلع حلو الفول داك عليه او بيطلع فول سليف. يعني بالنهاية في ستايل معين لانه رح تبقى التاتو دايما 100% يعني it's not a game مانا لعبة. يعني في عالم كتير بيجوا بدهم يعملوا سليف او بيعملوا هالسليف ما بتكون بتغير يعني بغير الديزاين بغير كل شيء كرمال اتفت ذا بيرسون لانه هيك لازم تكون يعني بالنهاية شيء بيرسونال وزيادة هلا عم يكون كارت. اوكي يعني بالنهاية هي ارت فن مظبوط. هو الشخص كيف بده يبين باي طريقه يعبر عن حاله او يعبر عن شيء اللي هو بحبه. سو ليت بي ديبيندز اون ذا بيرسون يعني. اوكي روني نحن نشكر حضوره. شو بدنا نقول يا ريت صراحه نشكر مدخلتك على التليفون وسوري عذبناك على الطريق ما قدرت وصلت. يعطيك الف عافيه على امل انه هالمحطه كمان عن جد تكون سنويه وتتغير شوي نظره العالم للتاتو نوعا ما للتاتو المرتب. يعني شيء طبيعي اكيد بدها تتغير وعم تتغير شوي شوي يعني بالنهايه نحن وي ار ان ارتست جماعه متعلمين عاملين فاين ارت وعم نعطي قد ما فينا نطور هذا الشيء بلبنان تطور الارت بلبنان. اوكي يعني هو هذا سكشن من الارت مثل ما بنعمل لوحه بنعلقها على الحيط نحن بنعمل لوحه بنحطها على حالنا. اوكي شكرا لك روني يعطيك الف عافيه. ميرسي كثير لك وسوري كرمال العشاء ما اوكي ولا يهمك انبسطنا سمعنا صوتك وطلعنا معكم على الهواء. ثانك يو هلا معك باي. نحن رح نتابع حلقتنا وننتقل الى طرابلس مع اجواء موسيقيه راقيه. بمركز العزم الثقافي اجتمعت فرق كورال عالميه ولبنانيه لتحيي المهرجان اللبناني الدولي للغناء الجماعي. هالمهرجان بيحمل رساله تلاقي وتناغم حضاري بين الشعوب وكل التفاصيل بهالتقرير. انه اجتنا فرصه نعرف قد ايه الفن بيقدر انه يجمع ناس من كل بلدان العالم رغم ظروفهم الصعبه نقدر هيك نطلع الطاقه تبعيتنا ونتوحد وهيك يعم السلام بيناتنا. كورال شيء كثير انضباط وكثير بخليك تحسي انه عن جد نحن فرقه تيم ويا ريت نحن شعبنا يصير كله تيم واحد ويبطل كلنا خلافات كل منطقه خلاف. يعني تذكرت انه انا كنت كمان عامله حفلات قبل بسوريا تذكرت كل شيء وبغنيت يامو بكيت لانه تمنيت ماما تكون معي. شو حبيت النص
لأنه الغناء هو وسيلة للمقاومة ولإعطاء الحق للطفل ليرجع يبتسم ليحقق حلمه وليعيش الحياة. وصلوا صوتهم على طريقتهم البريئة واعتلوا مسرح مدرسة العزم بطرابلس، لاجئين سوريين فلسطينيين ولاجئين بدول أخرى. فتح لهم المهرجان الدولي للغناء الجماعي الفرصة أنهم يعبروا عن حالهم ويوصلوا قضيتهم بغنية. مش بس اللاجئ بحاجة لحرام وعلبة أكل وحليب، بحاجة لنعوض له عن اللي خسره. كورال هو وسيلة كتير فعالة خصوصاً بفترة الأزمات بفترة الحروب أنه يبني يسقل الأطفال. هون كلنا تعلمنا كيف نكون سوا، نكون مع بعض، كيف نروح المشاركة بيناتنا. شو ممكن نعمل بالكورال؟ كيف مفروض أولاد يتصرفوا؟ مش بس على المسرح لأنه هذا شغل اجتماعي، قبل المسرح وبعد المسرح كيف تعاطي الأولاد مع بعض؟ لازم نكون كلياتنا يد واحدة، والحلو أنه نكون مجموعة التيم، أنه نحب بعض كلياتنا. الولد مش لازم بس يأكل ويشرب، لازم يعبر عن شعوره ويغني ويفرح. أنه يكونوا حاسين حالهم عم يعملوا إنجاز وإنجاز جماعي، هيدي يعني شغلة كتير مهمة عم بيقوموا فيها كورال الفيحاء. غير الانضباط والنظام وروح الجماعة والحس بالمسؤولية، كانت هالأمسية فرصة بتبشر بجيل بيعرف قيمة الفن الأصيل وقادر يحافظ على تراثه الفني. وانبسطنا كتير لحنا وحبينا الأغاني، وشكرا للأساتذة اللي هو اللي علمونا. الطلاب عم يفرغوا هالشحنات اللي عندهم بالموسيقى، كمان تعلموا كتير شغلات اللي هي الروح الجماعية وعدم الفردية، الوقفة على المسرح. احنا انبسطنا كتير لأنه كان في دمج بين كل الجنسيات تقريبا، شفنا أكثر من جنسية اليوم بكورال زهرة المدائن لحتى نفرج الوجه الحضاري تبع القضية الفلسطينية برغم كل الظروف اللي احنا منعيشها الصعبة والقاسية. أكثر غنية حبيتها يامو لأنه هي تعتبر الأم كتير حنونة، وأنا تمنيت تكون يا أمي جنبي. ختام مع تقريرنا الرياضي. بكرة حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30. لقونا. باي. الأمن العام اللبناني، المؤسسة الحكومية اللي بترضي كل اللبنانية وبالتالي صارت محل احترام وتقدير الكل، قررت تدخل أكثر بصلب المجتمع عبر لغة التخاطب الحضارية بين الشعوب وهي الرياضة. وبتوجيهات ودعم المدير العام اللواء عباس إبراهيم، قدر فريق كرة الصالات بالأمن العام من تحقيق إنجاز وأنه يتأهل لأندية الدرجة الأولى ليلعب سنة الجاية بين لاعبين محترفين ولبنانيين من الصف الأول. والإنجاز كان مميز لأنه المدربين والجهاز الفني واللاعبين كلهم من أبناء مؤسسة الأمن العام. الشباب عملوا إنجاز كتير قوي يعني بالنسبة لغير فرق، الفرق عم تحضر، احنا تحضرنا بطريقة كتير سريعة يعني قبل البطولة. الشباب بالإمكانيات الموجودة بكلهم عسكري مثل ما بتعرف يعني عملوا إنجاز كتير كبير، قدرنا طلعنا فيه على الدرجة الأولى. هلا صرنا يعني والفضل الكبير أول شيء هو للواء عباس إبراهيم، يعني لو ما دعموا احنا ما قدرنا نعمل شيء أصلا. هلا نحن صرنا بمحل ما بقى فينا نرجع لورا، يعني صرنا بالدرجه الاولى، يعني الدعم اللي كان لنا سنه الماضيه كان كثير منيح، بس هلا مطلوب اكثر، يعني مطلوب دعم من كل النواحي وخاصه بس بالنسبه للانجاز بالعناصر اللي موجوده انجاز كثير قوي كثير كبير. في عنا لاعبين كثير مهمه، في عنا هداف الدرجه الثانيه كان احمد حويله يعني وحتى طلبوه على المنتخب، في عنا لاعيبه كثير كمان عنده مستقبل كثير قوي، بس هذه اللعبه بحاجه لوقت، يعني بده مفروض واحد يستوعبها كتير منيح ليقدر يبرز فيها، بس اكيد ان شاء الله السنه الجايه يعني اكيد ما راح يكون فريقنا مش نزهه يعني طالعين، نحن راح نعمل كل شيء بنعمل تنقدر نبقى بالدرجه الاولى. تألق عناصر الامن العام كان هالمره داخل ملاعب الرياضه، وقدروا يعطوا صوره مميزه عن قدراتهم الرياضيه، وهن وصلوا حتى لمنتخب لبنان عبر المفتش الممتاز احمد حويله. الامن العام عم يأملنا كتير اشياء وعم يهتم بالتمرين وعم يدعم الرياضه مثل النواحي الامنيه،
وسعاده اللواء كان عنده تكريم من يومين للفريق وعم يضل يتابعنا ومأمنين لنا كل شيء من تجهيزات وتمرين وملاعب، والمدربين كمان عم يهتموا فينا، وان شاء الله سنة الجاية انه بالدرجه الاولى منبين مثل ما بينا هلا. تمرنا منيح وتعبنا لحتى وصلنا لمحل ما نحن هلا، والبركه بسعاده اللواء، الدعم اللي قدم لنا اياه، الدعم اللي قدمت لنا اياه المديريه، اشتغلنا على حالنا كثير والحمد لله وصلنا لمحل نحن بنستاهل نكون فيه يلي هو الدرجه الاولى. الرياضة بمديرية الأمن العام عم تتطور، فبعد الإنجازات على صعيد ألعاب القوى البدنية والألعاب القتالية صار وقت التحدي الجدي السنة الجاية بالدرجة الأولى، ولكن الدعم موجود ليعطي الفريق أفضل صورة عن المديرية. هلأ بالوقت الحالي أكيد زاد الاهتمام أكثر بكثير بعهد سعادة اللواء اللي عم بيعطينا دعم لمحدود بكل أنواع الرياضة، لأنه عنا كذا فريق رياضي من كرة قدم، من كرة قدم الصالات، من ألعاب إيطالية، من فريق فولي بول، فريق باسكت بول، وهلأ عملنا فريق تجديف، وبلس هلأ فتنا بألعاب القوى، وبالتالي أكيد الدعم المديرية دعم تام من سعادته، وإن شاء الله أكيد عنا نظرة كتير حلوة لقدام، بتصور كل الفرق اللي حيطلعوا درجة أولى، لأن احنا عنا فريقين بالدرجة الأولى اللي هو فريق الفوتسال وفريق الألعاب التالية، وفي من الفريق الألعاب التالية في عنا ناس عم بيلعبوا احتراف. هلا معترف فيها أنه عادة الرياضي بحيالة بلد بالعالم، وحتى عند مؤسسة الجيش اللبناني كمان أنه بيكونوا مفرغين لرياضاتهم. نحن في عنا وظيفة اون باراليل مع الرياضات عنا، أنه عندك خدمة المواطن والشغل غير الشغل المعلوماتي والإدارة، في عندك الرياضة، هاي الرياضة نحن بالنسبة لنا هي صلة تواصل كمان مثل ما غير أشغال صلة تواصل بين المواطن والعسكري، هذه كمان صلة تواصل بين العسكر بين بعض وبين العسكر والمدني برا، لأنه ثلاث أرباع أكيد انتوشتنا كلها ولعبنا هي مع فرق مدنية تانية برا، وبالتالي الرياضة هي أحلى رسالة ممكن واحد يقدمها إن كان للشعب اللبناني ولا كان للعسكر اللي عنا، وكل أكيد عندهم الحماس تام، وهيدي شغله الرياضي بيكون رياضي من جوا قبل ما يكون رياضي بالخلق من برا او بتجهيز رياضي بتجهيز جسمه. يعني البطولات الرياضيه العسكريه والدورات الرياضيه كثيره خارج لبنان، على امل انه يكون في دعم من المجتمع اللبناني للشباب والشابات يلي دائما سهرانين ليل نهار لخدمتهم وخدمه كل مقيم على الاراضي اللبنانيه.